أعزائنا المشاهدين وعبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليومير، من حيكم بهذا المساء من مطرانية اللاتين في الصويفية في العاصمة الأردنية عمان وبمقابلة خاصة مع النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن سيدنا المطران جمال خضر دعيبس فمساءك سعيد مساء الخير سيدنا مساء النور أنا بشكرك بالبداية سيدنا على إتاحة هذا هاي الفرصة لمقابلتك مع جدول أعمالك هلا الممتلئ بهالمتابعات وخاصة نحن نعيش في كنيستنا وأيضا في أرضنا المقدسة ونعتبر الأردن هي جزء من الأرض المقدسة بهذا الصراع القائم الآن في الأراضي المقدسة ونحن طبعا بطبيعتنا الأردن جغرافيا قريب من الأحداث وأكثر قربا لأنه نحن ببلدنا هون الأردن مزيج ما بين المواطن الفلسطيني والمواطن الأردني مع بعض عايشين في هذا البلد فسيدنا بدايه انا بحب تعرف المشاهدين وانت تعرف مشاهدين النورسات هن بكل العالم عم بيشاهدوا هذه الفضائيه واحيانا بيكون في هناك لغط او عدم معرفه بطبيعه الصراع القائم بالارض المقدسه وخاصه الصراع اللي صار مؤخرا من 7 اكتوبر. بشهر عشرة الصراع القائم بين إسرائيل وغزة هلا منقول بين إسرائيل وغزة الناس عم تتساءل إنه ما بين كتائب القسام وما بين الشعب الغزاوي هل هم مع الفلسطينيين أم هم كل فلسطين هي في حرب قائمة مع إسرائيل يعني في هذه التساؤلات جميعها عم تطرح السؤال وانت كفلسطيني وعشت في الارض المقدسه وترعرعت فيها وكبرت فيها وصرت يعني ودرست فيها وكنت صرت كاهنا وعملت فيها وبرعاياها وبتعرف يعني طبيعه الجو في فلسطين وايضا تعرف طبيعه الصراع الدائر دائما بين الاسرائيليين والفلسطينيين فهذا الصراع هل هي حرب لاجل العوده هي هل هي حرب لاسترجاع الاسرى ام حق الدفاع عن الكرامه العربيه كلنا بنعرف انه هذا الصراع لم يبدا في 7 تشرين اول ولكن بدا من 75 سنه من سنه 48 نعم مع انشاء دوله اسرائيل ووجود الضفه الغربيه وقطاع غزه وخصوصا وجود اعداد كبيره من اللاجئين نعم الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأراضي اللي احتلت سنة السبعة 67 آه هنالك خصوصية لقطاع غزة قطاع غزة كثار لجأوا لقطاع غزة فالسكان اللي موجودين أكثر من 70% من السكان هم من اللاجئين نعم وبيعيشوا في مخيمات اللجوء من فترة طويلة ثم آه تم فصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة آه وفي آه استحاله لاي حدا او يعني صعب جدا جدا التنقل ما بين الجهتين. بحكم كوني مدير للمدارس زرت قطاع غزه قبل ثلاث سنين وزرت مدارسنا اللي موجوده في 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 قطاع غزه وكنت نوعا ما قريب من واقع الحياه. اه اقتصاديا في فقر كبير جدا موجود لضيق مساحة غزة ولعدد السكان في أكثر من مليونين إنسان من ناحية ثانية في هذا الحصار خصوصا من سنة 2007 لقطاع غزة اللي خلاهم يعيشوا في سجن كبير وفي فقر في بطالة كبيرة وخصوصا في ياس من اي فرصه ان تعود الامور الى طبيعتها وان يتم ايجاد حل عادل لقضيه الشعب الفلسطيني في الفتره الاخيره اذا من راجع خلال السنوات الاخيره الانظار العالم توجهت الى اماكن اخرى والعالم نسي القضيه الفلسطينيه ونسي اللاجئين وحق الفلسطينيين ولما بنقيس هذا الموضوع على قطاع غزه بنعرف انه ما معناه بالنسبة لهم أن يعيشوا في هذا الحصار القوي عليهم وفي هذا الفقر وانعدام الرؤية من أجل السلام اللي, اللي صار هو يعني تذكير للعالم أنه إحنا لا نزال موجودين أنه لا. الشعب الفلسطيني لا يزال موجود نقطة ثانية هي ما بنخلط ما بين حماس والشعب الفلسطيني حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني نالت شرعية نوعا ما في الانتخابات سنة 2006 موجودين وهم اللي بيحكموا قطاع غزة انفصل نهائيا من 2007 عن الضفة الغربية ولكن لا نستطيع أن نقول أنه كل أهل غزة حماس ولا كل أهل الضفة مش حماس يعني بمعنى أنه هي مجموعة سياسية لها الذراع العسكري اللي موجود واللي قامت بهذه الخطوة ما يحدث الآن هو نتيجة لكل ذلك ولما ذكرت أنه الأحداث بدأت قبل بكثير من سبعة تشرين أول وتذكير للعالم أنه في واقع ظلم موجود في, في قطاع غزة في واقع لا يمكن أن يستمر في واقع اللي أهمله العالم فعند الحديث على الاعتداء اعتداء مين على مين آه، وخصوصا العالم اللي بيقول الحق في الدفاع عن النفس نعم. آه، السؤال الاعتداء دام دام لفتره طويله جدا على الشعب الفلسطيني ويجب ان اضيف هنا انه احنا ككنيسه احنا كمسيحيين احنا ضد العنف نعم. ضد استعمال العنف وفي نفس الوقت احنا ضد الظلم فلا نستطيع ان نقبل استعمال العنف وما يحدث الان في غزه من قصف وقتل عشوائي وارتفاع كبير جدا في اعداد الضحايا هو ظلم هو غير مقبول ابدا ولن يؤدي الى الى السلام فهذا الواقع اللي بنشوفه في في قطاع غزه واللي بيشرح لنا نوعا ما رد الفعل او اللي صار ولكن الموقف العالم ضد قطاع غزة كله ضد الفلسطينيين عدم اكتراثهم لأعداد الضحايا الكبيرة اللي بصير بخلينا نذكر العالم ونذكر الجميع انه هذه القضية يجب ان تجد حل عادل لها وحل الذي يجعل الفلسطيني يعيش بكرامته على على نعم. على ارضه وهذه النقطة المهمة. نعم. وانا بعرف وبقدر كمان انه الكنيسة يعني تمتنع معظم الوقت او كل الوقت عن الدخول في السياسه او بعالم السياسه او الحق على مين والى اخره لكن يعني حتى قداسه البابا تدخل في هذا الصراع ليه؟ لانه انسانيا يعني غير غير مقبول انسانيا هذا القتل كميه القتل الابرياء المدنيين يعني شعب عايش وبده يعيش بده يعيش بكرامه لكن مش انه 17 سنة تقريبا مثل ما انت تفضلت عايشة غزة بحصار مثل السجن المغلق يعني من كل العالم فاللي يدعون انه هو دفاع عن النفس لكن زي ما بيحكوا انه خلص فاض القلب بالأسى والقهر والظلم وعدم العدالة والتكافؤ في الفرص كمان والتكافؤ في الحقوق يعني اللي اللي حق لإلك ممنوع يكون حق لإلي التساوي في الحقوق ف اوضح أنت موضوع السياسه نعم احنا في فلسطين اللي بنتنفس السياسه ولا يمكن ان نفصل السياسه عن الحياه اليوميه نعم الكنيسة يجب أن لا تتدخل بالسياسة بمعنى بالأحزاب بتفضيل ناس على ناس بدخول في الصراعات والانقسامات الموجودة ولكن هنالك مواضيع نسميها سياسيه، نسميها انسانيه، موضوع مواضيع تخص الانسان ومثل مقال البابا بولس السادس، كل ما يخص الانسان يخص الكنيسه، هو تخصص الكنيسه فلما في ظلم على على الانسان الكنيسه ترفع صوتها، ترفع صوتها دفاعا عن هذا الانسان، واللي بصير حاليا ظلم ولما الكنيسه بتحكي كلمتها اولا احنا مش جهه سياسيه وهذا لازم يكون واضح للناس انه نسجل مواقف مواقف مع ناس ضد ناس احنا موقفنا واضح وهذا الموقف مش جديد هذا الموقف دائما كان مع الانسان المظلوم وفي هذه الحاله مع الشعب الفلسطيني ومناداه بالحقوق هذا الشعب وهذا لا يعتبر تدخل في السياسه نعم. نعم. فهذه النقطه مهمه انه السياسة يعني من ناحيه اخرى ايماننا يعطينا نور لكي نرى الواقع الموجود بطريقه روحيه اكثر فماذا يقول لنا ايماننا وهذا السؤال اللي بنتساله دائما ككنيسه وكمسيحيين ماذا يقول لنا ايماننا في هذا الواقع نعم. كيف نرى هذا الواقع فعندما يعني لما بنعرف انه الله خلق الانسان على صورته كمثاله معناه انه الله اعطى الكرامه لهذا الانسان أعطاه الحق في الحياة وأن يعيش أتيت لتكون لكم الحياة وتفيض فيكم فدفاعنا عن حياة الإنسان وعن كرامة الإنسان هو انطلاقا من مبادئ مسيحية لا. انطلاقا من مبادئ الإنجيل وهذا لا يعتبر تدخل في السياسة هذا يعتبر أنه إيماننا الذي ينير نظرتنا وموقفنا ويحثنا على العمل في سبيل أن يتمتع الإنسان بكرامته لما السيد المسيح على سبيل المثال بيحكي لنا دائما عن ملكوت الله ما هو هذا الملكوت الملكوت اللي بدأه السيد المسيح بدأوا بأعماله بأقواله بصليبه بقيامته هذا الملكوت اللي سلمنا إياه واللي احنا بدنا نبنيه على هذه الأرض فكل ما عملنا من أجل خير الإنسان نحن نشارك في الملكوت انطلاقا من وصية المحبة وليس الكراهية انطلاقا من البحث عن الحقيقة وليس الخداع والضلال والكذب نعم. كل هذه الأمور هي رسالة السيد المسيح لكنيسته وواجبنا أن نتابع هذه الرسالة في واقعنا الذي نعيشه اليوم نعم سيدنا طبعا عم نشاهد عبر الشاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي كم هو الوضع متأزم من الآن ويتجه للأسوأ مع التحذيرات الكثيره من المجتمع الدولي بانه لا اسرائيل بعدم الدخول الى غزه وخاصه هلا عم بينبهوا على الزحف البري وانه رح ندخل حرب بريه مع يعني بين اسرائيل وغزه وعدم هذا الانصياع للقوانين الدوليه لحمايه المدنيين وحقوق الانسان فبرايك انت اين نتجه الان قبل ايام كانوا يحذروا من كارثه نعم. وكارثه انسانيه وبعتقد هذه الكارثه بدات فعلا نعم. بدات بتوقف العديد من المستشفيات عن عن العمل، بدات بالعداد الهائله يعني الارقام الاخيره بتحكي عن 5800 شخص اللي قتلوا في قطاع غزه واكثر من 18 الف جريح تلقي العلاج ونقص الادويه ونقص المياه والكهرباء والوقود والحاجات الاساسيه هذا يعني انه نعم الكارثه بدات في في قطاع غزه يحذروا من المرحله القادمه وبعتقد انه يعني حسب اللي بنشوفه انه الموضوع راح يطول وخصوصا نعم. مع هذا الدعم المطلق لكثير من الدول اللي في الغرب بشكل خاص نعم. لاسرائيل وعدد أكبر من الناس اللي راحين يتألموا ويفقدوا حياتهم للأسف نتوقع المزيد إحنا منصلي وصلاتنا مهمة حتى ربنا ينور عقول المسؤولين السياسيين أيضا. حتى يروا هذا الواقع ويبحثوا عن طريق افضل لكي نصل الى سلام، الى سلام عادل، وسلام للجميع، الجميع يتمتع فيه بالاطمئنان، بالحياه الكريمه للجميع، هذه هي صلاتنا في هذه الايام لانه بحسب التحليلات السياسيه ستطول الامور، ستزداد سوء ايضا، ولكن نامل ان يعني ان يجد العالم طريقه افضل. باحترام كرامه الانسان وحياه الانسان لايجاد نهايه لهذا الصراع لما من منقول 70% من اهل غزه اصلا لاجئين واكثر من مليون اليوم لاجئين داخل قطاع غزه لا يجدوا مكان يناموا فيه او طعام او ماء او اساسيات الحياه هذا الوضع لا يطاق لا. هذا الوضع غير مقبول وهذا الوضع هو عار على ضمير البشريه كلها ان تسمح به وان يحدث ما ما يحدث على ارض الواقع هذا القصف العشوائي وهذه الالام وألفين طفل اللي ماتوا قتلوا في هذا الصراع هذا واقع غير مقبول وهذا يجب ان يصحى ضمير العالم والمسؤولين في العالم مثل ما بنشوف انه في كثير من الناس بيطلعوا مظاهرات في كل محل في لا. العالم ان شاء الله انه تصل يصل هذا الصوت الى المسؤولين السياسيين لوضع حد لهذه الماساه الحقيقيه التي تحصل اليوم في قطاع غزه. طبعا سيدنا وانت تتكلم يعني هذا الالم اللي اكيد انت كفلسطيني يعني عشته وعم نعيشه هلا فسياده شو رايك بسياده الشعب الفلسطيني على ارضيه وسعيه المستميت؟ يعني المستميت يا زي ما بقول يا قاتل يا مقتول يعني مستميت للدفاع عن أراضي وكرامته هلا ال الالم اللي بنشعر فيه بعتقد كلنا بنشعر فيه نعم وان كان خصوصا في الاردن لانه بشوف نعم. الوضع اللي موجود عند الجميع وايضا في مختلف الاماكن في العالم هو الم مشترك لانه انسانيتنا المشتركه هي اللي بتجعلنا نشعر بهذا الالم ونشعر ايضا بنوع من الغضب على اللي بصير ان شاء الله هذا الغضب ما يتحول الى كراهيه نعم. الى حقد آه الكل بيعرف انه الشعب الفلسطيني يريد ان ينال حريته ما هي الطريق الطريق السياسيين يجب ان يجدوا الطريق المناسب المبادئ واضحه الاسس في القانون الدولي في منظومة الاخلاقيه في العالم في مبدا المساواه ما بين البشر وما بين الشعوب ايضا آه هذه الحقوق متساويه ويجب ان يجد الـ الحكام والمسؤولين السياسيين وأعتقد هنا أنه المصالح طغت على الرغبة الحقيقية في إيجاد إيجاد حل ما. فمن من كثير من الأطراف المتنفذة اللي يعني لا تعنيها إيجاد حل لا أجل الوقت اللي فيه ما بنقدر نأجل أكثر أنه أن يشعر الشعب الفلسطيني أنه هو يعيش على أرضه وأنه يعيش بحرية وان يعيش حياه طبيعيه زي باقي الشعوب في في العالم وهذا اللي اللي بيطلبه الفلسطينيين كثير مرات ما طبيعه الحلول دولتين دوله واحده الى اخره لننهي الاحتلال لننهي الاحتلال هذا الواقع ليبحث السياسيين في حلول يعني مقبوله للجميع وهنالك امكانيه كبيره لايجاد حلول ولكن ما ينقص هو الرغبه والاراده في أن نجد هذه الحلول لل... لهذه المشكلة التي طالت لفترة طويلة، لهذا الظلم الذي طال لفترة طويلة. فما نقوله إنه احنا نلتزم بالقوانين الدولية، بالقرارات الدولية، بالمبادئ اللي كلنا نعرفها ويجب على السياسيين أن يلتزموا فيها أيضاً، لا أن يبحثوا عن مصالح ضيقة ولكن أن يلتزموا بقيادة حقيقية تتمتع بأخلاقية لإيجاد حل عادل لهذه القضية سيدنا مؤخرا تم استهداف الكنائس وأيضا المستشفيات مستشفى المعمداني اللي راح ضحيته أعداد كبيرة خاصة من الأطفال والنساء والكبار بالسن اللي التجأوا لها المستشفى عشان هربا من هال... هالضرب الضرب وهالصواريخ اللي كانت تهدم البيوت فاستهداف هذه المنشآت هل ترى انه هو استهداف للمسيحيين والاعتداء عليهم في الارض المقدسه اولا افكارنا وقلوبنا تتجه نحو الجماعه المسيحيه الموجوده في غزه نعم واللي جمعوا بشكل رئيسي في كنيسه القدي الروم الكاثوليك الارثوذكس أوك. والكنيسه اللاتين نعم واللي عانوا في كنيسه الروم من القصف واستشهاد عدد من المؤمنين هناك منتابع يوميا اخبارهم خصوصا نجد فيهم جماعه متكاتفه فيما بينهم ويصلوا يوميا في الكنيسه. لا. نشعر بالمهم وهو الم قوي جدا. ما يحدث هو استهداف لقطاع غزه بكل مكوناته. الوجود المسيحي نوعا ما مزعج في قطاع غزه لانه يخالف الروايه التي يريدون ان يصدقها العالم. وهي أن الصراع مع حماس وكل قطاع غزة حماس والجماعة المسيحية لا يمكن أن تكون حماس أكيد نعم ال بعد الأحداث من السنوات الأخيرة من الحروب المتكررة نزل عدد المسيحيين كثير في قطاع غزة أغلبهم اللي هاجروا للضفة الغربية وموجودين هناك بطريقة تعتبرها إسرائيل غير قانونية لا. بما أنه عنوانهم هو في قطاع غزة ولكن لا نستطيع أن نلومهم بعد كل هذه الضغوطات اللي, اللي موجودة الجماعة المسيحية قليلة العدد ولكنها نشيطة جدا في عنا ثلاث مدارس كبيرة في عنا الواي ام سي اي في عنا المستشفى ال الأهلي للأنجليكان ال في عنا الكنائس في عنا مؤسسات في رهبانيات رهبات ال الأم في رهبات الوردية في رهبات الكلمة المتجسدة في المؤسس المعاقين إلى الكبار السن نعم. أيضا لرهبانية رهبات الأم تريزيا فهي جماعة نشيطة في كاريتاس جماعة نشيطة جدا وتقوم بعمل رائع جدا في قطاع غزة يؤسفنا ما تتعرض له وإن شاء الله أنه هذه الأحداث ما تأثر على الوجود المسيحي قليل العدد في قطاع غزة وإلا خسرنا وغزه كلها خسرت هذا الحضور المهم جدا والفاعل جدا بعتقد انه هي عدم اكتراث لا. لمن هو الضحيه ان كان مستشفى او كنيسه او بيت لناس امنين او مخابز او اي مكان قد يلجا اليه اهل غزه هو عدم اكتراث بحياه الانسان ربما غير مقصود الاستهداف المسيحيين كمسيحيين ولكن هو عدم اكتراث بطبيعه من هو الضحيه المطلوب هو اخلاء قطاع غزه وهو ايقاع اكبر عدد من من الضحايا من الضحايا منوقف مع اهلنا في غزه خصوصا مع المسيحيين هناك من نقدر جدا تكاتفهم وايمانهم وصلاتهم المشتركه فيما بينهم ونقف معهم على هذا الصليب الذي يعانون منه فعلا صليب صليب, كبير وبعرف صعوبة أن نرى ماذا يريد الله منا هذا بخليني أتذكر العذراء والقديس يوحنا لو واقفين على أقدام الصليب اللي يوم الجمعة العظيمة اللي كانت أظلمت الدنيا فعلا في هذا الظلام ظلام الظلم اللي, اللي موجود اليوم ولكن لا نفقد الرجاء، لا نفقد املنا في قيامه جديده وفي حياه جديده للجميع. ان شاء الله يا رب سيدنا سيدنا رسائل قداسه البابا مؤخرا يعني وجه عده رسائل من خلال التعليم والارشاد الكنسي ومن من خلال لقاءاته مع الجماعه المؤمنه كمان في الفاتيكان بساحه القديس بطرس وتعليم يوم الاربعاء. وايضا اتصالاته كما جاءت طبعا تم نشر الاخبار انه يتواصل مع الكهنه كهن الموجودين والرهبات الموجودين في غزه بالمؤسسات الكنسيه التابعه للكنيسه الكاثوليكيه للفاتيكان فدائما يطمئن عليهم يشوف احوالهم فهو قريب منهم خاصه زارهم يعني وتعرف عليهم واكيد زيارته للارض المقدسه كان قريب منهم من يومها وهو يتابع اخبارهم هذه الرسائل واتصاله اليوم نهار الاحد مثل ما سمعنا ايضا انه اتصل حتى برئيس الولايات المتحده يعني على اساس يحط حد يعني ما للوقوف على هذا الصراع ويعني توقفه وايضا كمان ايجاد مسارات للسلام وفتح باب الحوار وايضا مجلس رؤساء كنائس الشرق الاوسط وبطاركه الشرق الاوسط وايضا عنا هون بالاردن مجلس رؤساء كنائس الاردن ايضا اصدرت بيانات ورفعت الصلوات وتم اقامه ساعات السجود وهلا المسيرات بنسمع كمان عم بتصير مسيرات بالشموع وبالشوارع وامام ساحات الكنائس معظم هذه المسجات او هاي الرسائل التي ترسلها الكنيسه بس هيك تجملنا محتواها امام المشاهد وامام الراي العام معظمها محتواها بعتقد واحد اللي هو تفضل. خليني ابدا بردود فعل المؤمنين حول هذه الرسائل الموجهه نعم. من الكنيسه. المؤمنين ونتفهم بسبب هذا الشعور بالغضب على نعم. على ما يحدث يتهمون بين قوسين الكنيسه بانه رسائلها ضعيفه وكانه يتوقعون منا انه نكون جهه سياسيه ان نقوم بعمليه الادانه والشجب الى اخره. خلينا نقرا هذه الرسائل كرسائل موجهه من الكنيسه من كنيسه اللي تؤمن بيسوع المسيح تؤمن في الانجيل وتوجه هذه الرسائل القرب قداسة البابا من الأحداث اللي بتصير تواصله الدائم مع كهنة الرعية صلاته ودعوته للصلاة في 27 الشهر نعم. أيضا من أجل السلام هذا ثاني يوم ودعوته للعالم كله بأن يشترك مع كنيسة الأرض المقدسة في 17 تشرين أول من أجل الصلاة والصوم في سبيل لإحقاق السلام والعدالة في بلادنا هي, هي رسائل كنسيه، موقف الكنيسه واضح جدا، موقف الكنيسه هو موقف ضد الظلم، ضد اللي اللي قاعد بصير، ولكن لما بنقول الظلم نعني في ظلم لكل الناس المظلومين. موقف الكنيسه هو من اجل وقف هذه الحرب. اذا شوف اذا تابعنا تصريحات المسؤولين في في العالم خصوصا في الغرب لا يوجد دعوات الى وقف اطلاق النار الى الى وقف هذا العنف اللي موجود ولكن الكنيسة موقفها واضح في ضرورة وقف هذا هذه الحرب وإيجاد حلول للمشاكل العالقة من سنوات طويلة دعوة للمؤمنين للتضامن فيما بينهم ودعوة لهم للاشتراك بقلب واحد في الصلاة أيضا من أجل السلام في غزة وفي فلسطين هذه المواقف وهي مواقف نابعة من من روح الإنجيل وليست مواقف سياسية بالمعنى العادي يمكن أن نرضي الناس بمواقف سياسية ولكن لا نتخلى عن موقف المسيحي على سبيل المثال ندعو إلى العدل والسلام ولا ندعو إلى الحقد والكراهية والانتقام نعم الحقيقه التي ندعو اليها هي ان نجد هذا السلام العادل للجميع حتى يعيش الجميع بكرامه ولا يمكن ان ندعو الى الانتقام والى الضغينه كما قلت كلنا نشعر بهذا الغضب لما يحدث ولكن يجب ان لا يتحول هذا الغضب الى قوه شر موجوده فينا الى عنف وكراهيه وحب الانتقام ولكن ان يتحول الى الى مشاركه مع الانسان المتالم الى تضامن معه الى سعي حقيقي من اجل العداله في في بلادنا فالكنيسه تقوم بهذا الدور مختلف الكنائس كنائسنا هون كمان في الاردن غبطه البطريرك وجه رساله اليوم ايضا الى جميع المؤمنين يدعوهم فيها الى تامل في كلمات المسيح في العشاء الاخير ستعانون ولكن لا تخافوا إني قد غلبت العالم نعاني ولكن المسيح يؤكد لنا أنه غلب العالم فيدعونا إلى الشجاعة وإلى إلى عدم الاستسلام لقوى الشر وإلى الالتزام التزامنا كمسيحيين كمواطنين ككنيسة في سبيل العدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ف هذه الرسالة يجب ان تكون دائما وكما هي كما نراها نابعه من من روح الانجيل وليس انجرار وراء عواطف بسبب هذا الوضع اللي كلنا عايشينه وكلنا اللي بنشعر فيه ولكن في خضم كل هذه الظلمه نعم. التي نعيشها لابد من نور ياتي من الانجيل لكي يكون علامه رجاء حقيقي لنا جميعا هذا هو دور الكنيسة وهكذا علينا كمسيحيين أن نلتجأ إلى إيماننا وأن نجد في إيماننا هذا الغذاء لنا وهذا هذا النور وهذه القوة لنا حتى أن نعمل من أجل الخير وليس الشر من أجل العدالة وليس الظلم من أجل المحبة والحقيقة وليس من أجل الكراهية سيدنا يعني هو هذا السؤال الأخير لكن هو سؤال يتداوله المؤمنون وخاصة أنه جاء جاءت الأحداث وطبعا جماعة المؤمنة عم بتحضر لزمن المجيء وأنا بعتذر منك يعني على هذا السؤال اللي ممكن أطرحه هلأ والناس ممكن تلاقي أنه مش وقته هلأ صار العالم عم تتقتل وبتموت لكن نحن هلا كجماعه مؤمنه دور الكنيسه طبعا بدها تتدخل بهاي المواضيع وخاصه انها تضع يعني خطه للعمل وخاصه في تحضيرات لاعياد الميلاد هلا بتبلش التحضيرات للبزرات واقامه الامسيات الميلاديه واحنا بنتحضر من شهرين يعني للمجيء واحنا هلا بنهايه تقريبا شهر عشرة شهر 11 بيكون معظم الاحتفالات وال فمجلس رؤساء الكنائس هل تم أخذ قرار بخصوص الاحتفالات؟ مثل ما بنلاحظ أنه الموضوع يتطور الوضع يتطور ويتطور نعم بسرعة وإحدى القضايا أنه مش عارفين إيش اللي رح يصير بعدين بدينا مداولات حول هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب من ناحية الصلوات والاحتفالات ما يتم داخل الكنيسة سيستمر لأنه نحن بحاجة للصلاة نعم. أكثر هذا هذا نعم. أكيد آه كيف ستتطور الأوضاع هذا موضوع مهم ولذلك يجب أن نكون مستعدين آه مستعدين آه ل آه أن نقيم هذه الاحتفالات ولكن بطريقة تتلائم مع الوضع بمعنى أنه آه ممكن آه أنه نتجنب آه الاحتفالات الخارجية نعم. اللي الإظهار مع أنه هو عيد للفرح نا. ولكن احتراما للضحايا وللناس اللي بيموتوا آه ولكن ما بنقدر ننسى المحتاجين في العيد ما بنقدر ننسى الأطفال في العيد أكيد. ما بنقدر ننسى الصلاة في العيد ومعنى هذا هذا العيد فالبازارات على سبيل المثال نا. يمكن أن تقام ويكون جزء من ريعة على سبيل المثال أكيد. لدعم أهلنا وكنيستنا في في غزه على سبيل نعم المثال تاخذ لها معنى ميلادي نعم وفي نفس الوقت معنى يراعي هذه الظروف ويجعلنا جزء من حياه الكنيسه في في الارض المقدسه زي ما حكيت بدينا مداولات حول الموضوع لا يوجد قرارات ولكن نتابع الاحداث ونحاول ان نرى الطريقه الانسب في ان نحتفل بهذا العيد وان شاء الله يكون الوضع صار انتهى إن شاء يعني ان شاء الله إن آه... انه انه نحتفل به... بهذا العيد ولكن أن نحتفل به بطريقه تراعي الظروف التي التي نعيشها والالام الناس اللي عانوا ولا يزالوا يعانوا وسوف يعانوا آه من هذه الحرب ومن نتائجها آه ايضا فاحنا جزء من من هذا الشعب احنا جزء من الاحداث اللي اللي بتصير ف بحاجه انه إن نشعر مع الاخرين وفي نفس الوقت هذا العيد هو عيد مهم النا اللي نحتفل فيه من ناحية روحية اكيد هذا اللي منشجع فيه للجميع امين سيدنا، سيدنا احنا هيك في نهايه حلقتنا اليوم ولقائنا مع بعض بحب هيك توجه رساله للمؤمن اللي بيقعد امام شاشات التلفزيون الجماعه المؤمنه اللي اوكي مطلوب منها انها تصلي لكن كيف السبيل الى اراحه النفس وايجاد السلام الداخلي خاصه مع هالاحداث اللي عم تتطور وعم تتصارع وبتتسارع في الاحداث نعم. كمان الداميه فرسالتك ونصيحتك للمؤمنين؟ نصيحتي او رسالتي هي انه لما نلتجئ الى ربنا في الصلاه أه نؤكد من جديد أن الله هو أب لنا في السماوات ونثق به ونجدد ثقتنا به في نفس الوقت صلاتنا والتجاءنا إلى الله تساعدنا على فهم أفضل لما يحدث كل ما نشعر به من غضب ومن قهر ومن ألم لهذه الأحداث أرجو أن لا يتحول إلى مشاعر من الكراهية ومن الحظ السيد المسيح يعدنا بالسلام السلام الذي هو يعطيه وليس العالم هو الذي يعطيه نعم. المسيح الذي انتصر على هد... على الشر وعلى العالم اللي... اللي موجود فنحن على ثقه بان ال... المسيح وما يمثله ايضا من عداله ومن سلام ومن محبه ومن اخوه هو الذي سينتصر في النهايه علينا ان نجدد ثقتنا بالله وعلينا في نفس الوقت ان نجدد التزامنا نحن في ان نبني هذا العالم، عالم افضل مبني على قيم الانجيل المقدس، مبني على الايمان بالله وبعنايته بنا الذي لا يتخلى عنا. واحيانا لما بتفرج على التلفزيون بتذكر هذا المشهد اللي حكيته قبل شوي مشهد الصليب اللي نتامل في صليب وفي معنى الالم اللي في يوم الجمعة كان صعب على أي من التلاميذ أن يفهم ما يحدث ولكن إحنا منعيش في الصليب نعيش هذا الصليب نعيش هذا هذه الظلمة اللي موجودة ولكن لا نفقد رجائنا لا نفقد رجائنا بأن صباح الأحد فجر الأحد سيأتي بعالم أفضل وعالم جديد نصلي ونعمل من اجل هذا العالم الجديد ان شاء الله سيدنا انا بشكرك لهذا اللقاء ولهذا الحديث يعني اللي كان بيننا وبتمنى انه كمان المشاهدين اخذوا فكره عن موقف الكنيسه وايضا من الصراع الدائر الان في منطقتنا في الارض المقدسه بشكر المشاهدين اللي تابعونا كمان في هذه الحلقه وبشكرك سيدنا طبعا احنا كنا مع النائب البطريركي لكنيسه اللاتين في الاردن سيدنا جمال خضر دعيبس مطران اللاتين في الاردن وشكرا لك سيدنا وانتم اعزائنا ومشاهدينا نتمنى انكم قد استفدتم من هذه الحلقه وإلى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله الى اللقاء شكرا سيدنا شكرا